السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 16 من البيجي دو لا تريزوري. شنو غادي نشوفو اليوم؟ غنشوفو اليوم لا كوريكسيون ديال الجزء الثاني من ليكسيرسيس رقم 3. دونك ليكسيرسيس رقم 3 شفنا في الفيديو رقم 15 لا كوريكسيون ديالو لا بارتي 1. اليوم الجزء الثاني شنو غادي نشوفو اليوم؟ البيجي دي ديكيسمون بثلاثة الأنواع ديال لي طابلو ديالهم. وبطبيعة الحال كيف ما تعودنا أي مونطون تلقاوه وإلا كان لوحوه إما في البيجي ديال التيفيا لا تريزوري البيلون بريفيزيونيل، هكا كنسهلو علينا الخدمة باش ملي نوصلو لمرحلة نلقاو راسنا خاصنا نعمرو البيجي ديال التيفيا أو بيان لا تريزوري أو بيان بريفيزيونيل أو بيان سي بي سي كنكونو درنا 80% ديال الخدمه ديالنا، هكا باش ما كنغلطوش وما كنساو حتى شي مونطون. بطبيعه الحال الا بغيتيو نزيدو اكسيرسيس رقم 4 او بيان حتى اكسيرسيس رقم 5 مرحبا، راه كلشي موجود مطابي عندي. سينو مليتيو وبغيتيو نتوقفو وندوزو ديريكتومون لشي شابيتو واحد اخرى حتى هي مرحبا، بغيتيو موديل واحد اخر مرحبا، على حسب نتوما شنو بغيتيو. اوكي، دونك بالنسبه للناس اللي كيشوفوا اول مره ليكسيرسيس، ها لو بيلون ديالنا ديال ان موانز 1 وها لي زانفورماسيون كومبليمونتير. الفيديو اللي فات ديجا كنا شرحنا شنو علاقه كليون اي كونط غاتاشي مع ايتا كريديتور او ايتا ديبيتور، شنو علاقتها مع فورنيسور اي كونط غاتاشي. الناس اللي كيشوفوني الفيديو اللي فات عارفين شنو كنتكلموا. اوكي، لاباج الثانية من ليكسيرسيس ديالنا لا سويفونت، هادو دي زانفورماسيون كومبليمونتير، ها هما غير التتيمة، رقم 7 موراها رقم 8 و 9، هادو كلهم دابا اللي كنسيليكسيونيهم عندهم علاقة باش لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندها علاقة دي دوني غيال ديال ان موانز 1. سالينا من لي دوني غيال كندوزو لي بريفيزيون التوقعات ديال السيمستر الجاية، بشحال نورمالمون كنتوقعو غادي نبيعو في السيمستر الجاية من خلال لي فوند، بشحال كنتوقعو يكونو عندنا د المصاريف ديال لي ماتيغ بخومييغ السيمستر الجاية المتوقعة، وبشحال غيكونو عندي المصاريف الأخرى في السيمستر الجاية المتوقعة، وهاد لي مونطون كيفاش غنتخلصو منهم أو بيان كيفاش غادي نخلصوهم، ها لي زانفورماسيون كومبليمونتير بريفيزيونيل. ولا كيسيون ديالنا بطبيعة الحال على هذا الشكل، كنا خدمنا البيدجي ديال لي زونكيسمون اول طابلو ديالو وشرحناه بلي ديتاي ديالو، هذا شنو هو؟ هذا بيدجي ديال لي فونت، موراها خدمنا بيدجي ديال اوتر اونكيسمون ودرنا لافيكتاسيون ديال اي كونت احتاجينا. سي بون، اليوم غادي نخدموا البيدجي ديال لي ديكيسمون. اول حاجه البيدجي ديال لي ديكيسمون كيتكون من البيدجي ديال لي زانفيستيسمون الى عندنا شي حاله في ليكسيرسيس ديالنا اننا شرينا شي ماتيريال دو ترونسبور. سمحوا لي، ماشي شرينا، كنتوقعوا اننا غادي نشريو في السيمستر الجايه واحد الكاميون واحد الماشين، مهم واحد لي موبيليزاسيون كنتوقعوا نشريوها. الى لقينا هاد الجمله ضروري ما خاصنا نصايبوا واحد لو طابلو ديال عندو علاقة بالبيدجي ديال لانفيستيسمون. ما عندناش شي ايموبيليزاسيون غنشريوها، هاد لو طابلو ما كنديروش نهائيا، كندوزو ديريكتومون بيدجي ديال لي زاجا، وعندي البيدجي ديال اوتر شارج. سي بون، اوكي سيدي. دونك اول حاجة غادي نبداو بديك الجملة اللي عندها علاقة بالانفيستيسمون، كنكونو ديجا حنا قارين ليكسيرسيس، راه سي نورمال الا ما درتيش بوز وقريتي ليكسيرسيس غتلف غتقول فين هي هاد الجمله اللي عندها علاقه بلانفيستيسمون، واش متفق معايا ولا لا؟ دونك ملي تنكونو تنقراو ليكسيرسيس ديالنا اوتوماتيكمون كنلقاو هاد الجمله. دابا انت غتلقاها بواحد شويه ديال الوقت، راه سي نورمال خاصك تقرا بشويه بشويه. انا براسي ملي كنت كنخدم هاد ليكسيرسيس راه كنت كنقرا سطر بسطر حتى لقيت هاد الجمله كتعني بان لونتربريز كتوقع انها غادي تشري واحد الكاميون القيمه ديالو 700000 درهم. سي بون، كتوقع غتخلصو 30% او كونطون
وقتاش شريتو هي كتوقع غتشريه في جونفي الجاي وغتخلصو 30% في نفس الشهر او كونطون و 50% حتى لجوان ولو غيست حتى لمارس 2020. لي بريفيزيون ديالي حدا 2019 وهما كتبين ليا حتى لمارس 2020. ولاحظ معايا هاد المعلومه غتنفعك في واحد الحاجه احنا غنديروا لا كوريكسيون ديالها وتعرف الفرق ما بين ليكسيرسيس اللي فات وهاد ليكسيرسيس ديال اليوم. داكشي باش نخدمو مختلف انواع ليكسيرسيس باش كلك الى لقيتيها في الامتحان تعرف كيفاش تعامل معها. الله يجازيك بخير، خدم ليا ليكسيرسيس رقم 2 غتفهمني شنو تنقصد. دابا ما يمكنش تخدم معايا اكسسير واحد وتمشي دوز الامتحان، ما يمكنش. خدمنا ليكسيرسيس الاول، ليكسيرسيس الثاني، دابا الثالث، بغيتي نزيدو الرابع مرحبا، واسمح لي كنشرح لك بحرقه. والله يجازيك بخير وما تقلقش مني. دونك عقلتي معايا هذه المعلومه هذه. شرينا ايموبيليزاسيون في جونفي، كنتوقعوا اسمحوا لي كنتوقعوا اننا غنشريو في جونفي، غادي نخلصوها 30% في نفس الشهر و 50% حتى لجوان. واخا سيدي ها هي في جونفي، سير معايا 700000 درهم. ها هي نورمالمون مي كنبغيو نصايبو ان بودجي، اول حاجه كيف ما تعودنا كنشدو داك لو مونطون اوغ تاكس. الى عطاو لينا راه بياش، راه بياش. الى لقيتيه تي تي سي ما تشونجيش ليا. الى عطاوك اوغ تاكس اوتوماتيكمون باش اننا غنصايبو ان بودجي خاصو ضروري يكون بلوغ تاكس، حيت مطلوب منا لوقيته اللي كنكونو كنعمرو لو طابلو ديال شي بودجي تيكون معاه واحد الخانه ديال لا تي فيا. دونك لوغ تاكس زائد لا تي فيا كتساوي تي تي سي. هادشي باش حنا ديما كنعتمدو على اي حاجه كاينه في شي بودجي بالتي تي سي، حيت ديما معاها تي فيا، ديما معاها ها هي تي فيا فاكتوري. هادو راه البودجي ديال لي فونت حتى هما تي تي سي. واش صافي؟ واش معايا؟ صافي دخلت لك الدماغ دابا هادي، ما نعاودش نشرحوها. اوكي خدينا 7 دقائق كلها شرح، اسمحوا لي والله. دونك هادي غادي نردوها بالتي تي سي غتساوي ليا 840000. شنو درنا ليها؟ يلا دير بوز. ودابا ليك رقم 3، رد ليا من الاوغ تاكس 700000، ردها تي تي سي. يلا دير ردها تي تي سي ودير بوز وردها تي تي سي. عارفها مرحبا، ما عنديش مشكل، داكشي اللي بغيت. دونك من لوغ تاكس نردو تي تي سي كنضرب في 1 لو طو، طو تي في هو 20%، هادشي اللي عندنا في ليكسيرسيس بالريجيم دونكيسمون، ياك هادشي اللي شفتيو معايا. دونك كنضربو في 1.2، لو كان واحد، لو كان 10% 1.10، لو كان 14% 1.14، لو كان 7% 1.07، هادي 20% في 1.2. اجي مرحبا، هاد تي تي سي ديالنا صافي اوكي داخله فيه لا تي في. واخا قال لي شنو؟ قال لي 30% او كونطون، حنا كنتوقعوا غنشريوها في جونفي. هاد 30% ديالك اخويا ما تقلقش، ها 252000 في جونفي. قال لك بلاتي، قال لك في جوان 50% نورمالمون غادي نخلصوها. دونك كنشد لو مونطون دو باز ديالنا كنضربو في 50%، ها هي حتى جوان. ولو غيست قال لي حتى لمارس 2020، يعني البيلون بريفيزيونيل. راه البياج عندك هنا، ما تزربش، البياج راه كاين عندك هنا. واخا 840000 ناقص 252000 ناقص 420000، دونك عندي لو غيست هو 168000. ها دونك شنو تعودنا ديما مي كنبغيو نديرو لافيكتاسيون؟ اول مونطون كيمشي لو بيلون، ثاني مونطون هنايا كيمشي للبيجي ديال التريزوري، وهذا عنده علاقة بالتيفيا ريكوبيرال بودجي ديال لا تيفي. واخا فين عندنا البياج؟ هادي مثلا ملي غنبغيو نلوحوها في البيلون بريفيزيونيل خاصنا ضروري نلوحوها في شي كونط. وعلاش نورمالمون كاتبين فورنيسور دي موبيليزاسيون؟ غتقول لي حيت انا ديجا كاتبها لك، ولكن انت في امتحان بوحدك شنو غدير؟ غتكتب فورنيسور دي موبيليزاسيون ou bien غتكتب ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. بجوجهم نفس المعنى، وشنو الفرق بيناتهم؟ يلا واش ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون ou bien فورنيسور دي موبيليزاسيون؟ ها انت ها 168000 غنلوحوها، هاي هاي هاي
احنا غنلوحوها في لو بيلون ديالنا. ها هي هادو اللي لحناهم في الفيديو اللي فات. احنا بدينا كنحيدو نص الخدمه ديال البيلون بريفيزيونيل، ها هي فورنيسور دي موبيليزاسيون. علاش ما نكتبوش هنا ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون؟ دير بوز الله يرضي عليك على ود المصلحه ديالك، مصلحتك. بغيتك تفكر باش ترسخ المعلومه عندك. كنرجع للاكسيرسيس ديالي، كنرجع للاكسيرسيس ديالي ونقلب على الجمله اللي عندها علاقه بالكاميون. انا ديجا اش من عام كنتوقع في 2019 وقتاش يقول لي لو غاست حتى 2020. يعني ما غادي نخلص هاد لو غاست ديال الكاميون اللي شريته في واحد لا دوري سوبيريور ان اون، اكثر من عام. مي كيكون عندي الخلاص اللي غنخلص واحد الحاجه للفورنيسور وغيصبر عليا اكثر من عام، كنستعمل هاد لو كونت فورنيسور دي موبيليزاسيون. لو تلقى شيكا لقيتي بان الخلاص غيكون عندك قل من عام، يعني في نفس العام، يعني في قول في اكتوبر في نوفمبر في ديسمبر 2019 ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون قل من عام. عندي هنا فتنا العام فورنيسور دي موبيليزاسيون. دابا هادي راه الا غلطتي فيها وكنتي متبعني وما تقلقش مني، سمح لي يا خويا لا فوت ماشي ديالي، لا فوت ما دياليش. دونك اوتوماتيكمون دابا درنا الجهه ديال البيلون الماشين توتال ريغلومون. واش عندي شي ماشين واحده اخرى شريتها مي تنقرا ليكسيرسيس ما تلقى والو؟ لو لقيت شي ماتيري ترونسبو غادي نكتبو هنايا طا 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 وندير لو مونطون والبلاصه كامله، غادي نلوحها اما في الفورنيسور دي موبيليزاسيون على حسب الوقيته ديال الخلاص ديالها، او بيان ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. بما انه ما عنديش دونك كنتوقف هنا. بغيتي نكملوا ليكسيرسيس سلسله الرابع والخامس مرحبا. اوكي دونك شحال نورمالمون كنتوقعوا غادي نخلصوا من خلال لي زانفيسيسمون؟ بما اني عندي غير انفيسيسمون وحده دونك هاد لي مونطون تيبقاو طوطه ديال الفلوس اللي غادي يخرجوا من عندنا باش نشريو ديك الماتيريال دو ترونسبور ديك لا ماشين. سمحوا لي سي بون. دونك لا تي في عندي الريجيم دونكيسمون، دونك الفلوس اللي غنخرجها هي اللي غنحسب عليها لا تي في. قلنا بالنسبه للريجيم دو ديبي كينطبق فقط على التي في فاكتوري اللي عندها علاقه بالمبيعات، اما الوقيته اللي كنشريو سواء عطاونا ريجيم دو ديبي سواء عطاونا ريجيم دونكيسمون كنطبقوا عليه هاد لا ميثود. الفلوس حتى كنخرجوها عاد كنحسبوا عليها لا تي في. خرجنا غير 252000 في جونفي، عطينا خويا تي تي سي عطيني التي في ديالها. كيفاش كنحسبها 252000؟ وكنشرح لي ديطاي اخويا راه هادشي باش الفيديو كيطوال. والله ها 42000 تي في شي قسمنا على 6، عاوتاني هادي قسمها على 6، صافي هادي قسمها على 6. دونك هاد لي مونطون هادو فين غنلوحوهم؟ غنلوحوهم في الجهه ديال البيدجي اللي عنده علاقه بالانفيستيسمون. 252000 حتى الان شوف شوف معايا شوف هانت 252000 420000 252000 ها هي هاي 420000 فين حطيناها؟ في الجهه ديال الانفيستيسمون. هادو كنا خدمناهم الفيديو اللي فات عندهم علاقه بلي زونكيسمون. دابا غادي نكملوا هادو، احنا حيدنا الانفيستيسمون هي الاولانيه. سي بون سي بون. دونك شنو شفنا؟ بقات لنا لا تي في جو بونس، اي لا تي في اللي عندها علاقه بلي موبيليزاسيون ها 42000 ها 70000 28000. شوف معايا في هادو، شوفهم عقل عليهم عقل عليهم. هانت 42000 حتى 28000 فين هي خويا؟ 42000 حتى 28000 انا كاتبها لك، هاي انا كاتبها لك. ديما كتبدا بلو بيلون البيدجي والتي في مورا، عاوتاني لو بيلون تريزوري تي في. وحنا غاديين ندوزو لي زاجا. اوكي اول حاجه كنبداو بديت فورنيسور، يعني كنبداو بلي دوني ديال لو بيلون ديالنا هما الاولى. عندي فورنيسور اي كونتر اتاشي مالها 207600. خمسة شنو كتقول ليا؟ كيقول ليا شي خويا هاد 207600 ديال السلعة اللي كنتي شريتي من الفورنيسور وباقي ما خلصتيهمش، غتخلصهم غادي تخلصهم هانت بيابل 10% في جونفي اللي غادي يجي الجاي، 20% في فيفري، اي لو غاست حتى لمارس.
10% في جونفي 20% في فيفري لو ريست حتى لمارس واخا 107000 هذه راها تي تي سي حيت اصلا دي دوني كاينين في البيلون غيبقى نفس لو مونطون 107000 10% 20% واخا سيدي ها 10% فينا هي خويا اسمح لي فينا هي هاي بقات نفس لو مونطون تي تي سي ها 10% ديالها ها 20% ديالها ها لو ريست ديالها في مارس سالينا من المعطيات ديال لو بيلون كندوزو لي بريفيزيون ها لي زاشا لي زاشا مال هادو هادو اور تاكس يعني شنو غادي يوليو تي تي سي الا ضربتي كل واحد فيهم ضربتيه في 1.2 غيعطيك دي مونطون بالتي تي سي اللي هما بالترتيب حاليا كنزرب لان الفيديو رقم ليكسيرسيس رقم 3 هذا هادو تي تي سي ديال هادو راه ما كنعرفش نزرب راه هو الديفو ديالي والله واحد هذا 140000 ضربها في 1.2 غتعطيني هذا صافي وغتكمل نفس لا ميثود اوكي واخا سيدي هاد لي بريفيزيون نورمالمون هادو دي زاشا انا منين كنشري من لي فورنيسور لي فورنيسور شي يقول لي كيقول لي شوف غتخلص 10% او كونطون 20% الشهر اللي موراه 20% وحده اخرى الشهر الثالث انت بالتالي جي دابا 10% في نفس الشهر اللي عنده علاقه الوقيت اللي شريتي 20% في الشهر اللي موراه الشهر الثاني اللي موراه 20% وحده اخرى في الشهر الثالث و لو ريست في الشهر الرابع هكا تحسبها صافي 10% في نفس الشهر 20% في الشهر الثاني ها الثالث وها الرابع صافي 10 20 20 اوكي سيدي سير على الله دونك عندي 168000 10% ديالها هي 16800 20% ابري 30 جوغ 20% نفسها ابري 60 جوغ ها هو الشهر الثالث ولو ريست حتى الشهر الرابع ها الشهر الاول الثاني الثالث الرابع علاش خلصناها او كونطون هادي عندها علاقه بجونفي كتخلص او كونطون بجونفي هادي عندها علاقه فيفري كتخلص او كونطون حتى فيفري ها الشهر الثاني ها الثالث ها الرابع هادي عندها علاقه بمارس غتخلص او كونطون حتى لمارس ها الشهر الثاني ها الثالث ها الرابع ناخذو ماي ها ماي سير اخويا حتى الماي او كونطون ها 10% لو ريست ما بقى عندنا دابا الحق لا في 20% لا في 20% لا لو ريست حيت حنا اصلا في ماي ها هي ماي خدينا منا غير ها هي ها ماي خدينا منا غير 10% و 20% ولو ريست كله حتى البيلون بريفيزيونيل عاوتاني جوان خدينا منه غير 10% او كونطون لو ريست كله ما بقاتش كاع 20% واد دابا كلشي البيلون بريفيزيونيل دونك هاد لو مونطون طوطال ديالهم كامل هادو كامل راه هو هذا دونك كاش داد لو مونطون شوف معايا شوف الا شديتي الكالكولاتريس دابا ودرتي لا طوطاليتي د هذا راه هو هاد لو مونطون 553200 غنلوحوه في البيلون بريفيزيونيل وإينا بلاصة فورنيسور اي كونت راطاشي صافي فورنيسور اي كونت راطاشي عطينا خويا لو بيلون شنو قلنا 553200 فورنيسور اي كونت راطاشي ها هي 553200 واخا سيدي شنو موراها كيف ما تعودنا مور البيلون كندوزو للطوطال دو ريغلومون طوطال دو ريغلومون كيتلاح في البيدجي اش من لين ديال لي زاشا ها هما اللي ملونهم لك من 37000 حتى 242000 عطينا خويا البيدجي من 37000 حتى 242000 عندها علاقه بلي زاشا سالينا البيدجي كندوزو للتي فيا ريكوبيرابل اللي عندها علاقه بلي زاشا من 6000 حتى 92000 ها لي زاشا من 6200 صرف حتى 92000 وكل شيء غير اورغانيزاسيون غير تنظيم صافي سير على الله دونك جو بونس حيدنا لي زاشا ندوزو دابا درنا التفيه اييه درنا التفيه ندوز دابا اوتر شارج مصاريف اخرى شنو قلنا كنرجعو اول حاجه في اي بيدجي كنبداو من لو بيلون نمشيو لو بيلون سيدي ديالنا عطينا خويا لو بيلون فينا هو لو بيلون اورغانيزم سوسيو ها هي
عندي 14800 مالها رقم 6 تيقول لي غتخلص في جونفي هناني ما كاين لا كالكول لا والو كوبي كولي نحطوها مسكينه في شهر 6 عطينا خويا نحطوها في جونفي ها هي صافي غتخلص جونفي ها هي تخلص جونفي موراها سالينا سالينا لو بيلو غندوزو لي بريفيزيون راه لا هادشي هادشي كيتكرر ها لي بريفيزيون ها هو اوتر شارج مال هادو عاوتاني مساكن هادو قال لك اور تاكس يعني شنو غنربطوهم تي تي سي غنشدو جا اي مونطون غنديروه تي تي سي 36000 ردا خويا تي تي سي ضربها 1.2 كتولي 43200 كلهم يرجعوا تي تي سي ويبقاو هنا ها هي 43200 فين هي خويا اودي الله يهديك هاي 43200 عاوتاني الاخرى دير فيفري لي اوغ تاكس ردينها تي تي سي وحطيناه هنا وانت غادي عاوتاني ديال جوان اللي كانت اوغ تاكس لي بريفيزيون ردينها تي تي سي وحطيناها هنا صافي سير على الله دونك ها لي بريفيزيون سالاو دابا اول حاجه كتبان ليا لي سالير لي سالير المتوقعين في السيمستر الجايه لي سالير حنا عارفينهم فيكس تيقول لك 80000 درهم باغ موا بيابل او كونطون يعني مجموع ديال الناس راه ماشي واحد كيتخلص 80000 درهم شو شحال من واحد خدام معايا المجموع ديالهم كادي سالير مقيومين عليا كاملين 80000 درهم كيتخلصوا او كونطون سي نورمال ما غتلقاش شي حد اللي غيخدم معاك وما تعطيهش رزقه في الاخر ديال الشهر كل واحد كيتخلص في رزقه 80000 جونفي فيفري نفس لو مونطون دي شارج فيكس صافي ساهلين ساهلين سندوزو شنو عندي سيدي عندي مور لي سالير لي شارج سوسيال قال لي شوف شي هاد لي سالير اللي عندك هنا خد منه خويا 20% نقول له ديالاش واقول لي غير حسبها ونشرح لك علاش ها هي لقيت اخويا 16000 هاد 16000 هي لي شارج سوسيال اللي غنخلصوهم على لي سالاري اللي عندنا ولكن شوف لي شارج سوسيال ديال كل شهر كيتخلصوا لو موا سويفون مثلا 80000 ديال جونفي هذيك 16000 درهم ديالها غتخلص حتى لفيفري عاوتاني 80000 ديال فيفري ما غتخلص حتى لمارس اش 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 اجي تشوف اش ها 80000 ديال جونفي 16000 درهم كشخص سوسيال كتخلص حتى لفيفري عاوتاني 80000 ديال فيفري ها لي شارج سوسيال ديالها حتى لمارس وانت غادي ها 80000 ديال افريل ها لي شارج سوسيال ديالها حتى لماي ها 80000 ديال جوان ها لي شارج سوسيال ديالها حتى للبيلون بريفيزيونيل وهاد لو مونطون فين غيدار شنو قلنا اورغانيزم سوسيو عطينا خويا اورغانيزم سوسيو في البيلون بريفيزيونيل 16000 درهم فين هي خويا 16000 درهم ها هي كتسنانا مسكينه شتيها صافي سالينا سالينا عطينا خويا شنو عندي عاوتاني عندي دوزنا لي شارج سوسيال عندي الغوليكا دو لياس واخا سيدي دونك اسيدي الغوليكا دو لياس الغوليكا دو لياس اوكي دونك باش نحسب الغوليكا دو لياس اول حاجه كنمشي للمعطيات منين غادي نجيب هاد الغوليكا دو لياس هنا خصني نكون ديجا انا مبازي الفيديو اللي فات شنو قلت لكم قلت لكم ايتا كريديتور في لو بلان كونطابل ديجا هادو معلومات دو باز تكون عندك قبل ما تمشي دوز الامتحان كتكون في لو بلان كونطابل ايطا تي فيا فاكتوري و تي فيا دو و الغوليكا دو لياس هذا في لو بلان كونطابل ما عندك ما دير خاصك تعقل عليها ما بغيتش تحفظها حفظها ايطا ديبيتور في لو بلان كونطابل كتكون ايطا تي فيا ريكوبيرابل كريدي تي فيا و لي زاكونت نشرح لك هذه واخا 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 وما تقلقش وما تقلقش ما تقلقش الله يجزيك بخير ها ايطا تي فيا ريكوبيرابل علاش كاينه في ايطا ديبيتور انا ملي كنكون كنشري من الفورنيسور كنشري بالاوغ تاكس ومي كنكون كندير لونغوشيتخومون ديال اشا د مارشانديز في الديبي في الجورنال تحت منها في الديبي عندي ايطا تي فيا ريكوبيراب وفي الكريدي لو مود دو بايمون لا بانك تي تي سي ودابا هادشي راه بروميير اني دونك اشا د مارشانديز بالاوغ تاكس تحت منها كنديبيتي لو كونت ايطا تي فيا ريكوبيراب وفي الكريدي ديال الجورنال بالتي تي سي كنخلص عن طريق البنكه وبيان لا كيس لو مود دو بيم صافي هادشي علاش عندي في ايطا ديبيتور
عندها علاقة فورنيسور اي كونت راتاشي حيت فيها ايتا تيفيا ريكوبيرابل وممكن تكون فيها كريدي تيفيا وفيها لي زاكون. هذا ماشي موضوعنا صافي. دونك لي موضوعنا حاليا لي موضوع ديالنا حاليا شنو كنا تنقولوا بعدا نسيت رقم 7 عندي ايتا كريديتور. واخا سيدي دونك ايتا كريديتور هاي تنقلبوا على الغوليكا اللي كاين ليا صافي تفكرت دونك رقم 7 تيقول لي 136000 فيها شوف شحال فيها 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 25000 ديال التيفيا فاكتوري وفيها 58000 ديال التيفيا دي والغوليكا هو اللي بقى. صعيب هادشي ما صعيبش هادشي. عطينا خويا شحال تما عندي شحال تما عندي 136000 مرحبا ناقص 25000 ديال التيفيا دي ناقص التيفيا فاكتوري شحال قلنا فيها 58000 هالو غست 53000 عنده علاقة بالغوليكا ديال الياس والغوليكا ديال الياس راه شرحتها هي والاكسيدون ديال الياس شرحتهم في الفيديو رقم 3. سير اخويا الفيديو رقم 3 وشد ليا لا باز ديال اي حاجه انت ما فاهمهاش. الفيديو رقم 3 وقتاش كتخلص الغوليكا ديال الياس ديما خاص تكون عارفها كتخلص في شهر 3 ديال لاني اللي كندير لها البريفيزيون ديالها ديما كتخلص في مارس ما تبقاش تصدع راسك ديما كتخلص في شهر 3 هاو وهاد الغوليكا ديال الياس شا في شهر 3 اوكي. دونك لي زاكونت بريفيزيونيل دونك مي كنسمع لي زاكونت دونك لي زاكونت هما التصبيقات ديال الضريبه الياس باش كنبني شنو هما لي زاكونت هما تصبيقات متوقعه دي زافونس اكونت هي افونس سي بون وقريناها في الشاب في الموديول ديال الياس اوكي سيدي فيسكاليتي بطبيعه الحال. دونك عندي الياس ديال العام اللي فات 300000 درهم يعني الضريبه اللي خلصت الشركه العام اللي فات 300000 درهم. انا ديما الشركه ديالي على سبيل المثال كل عام تنخلص 300000 280000 340000 المهم في حدود لا مويان ديال 300000 انا عارف الضريبه اللي متوقعه تنخلص. انا كندير دي بريفيزيون شنو كنتوقع غادي نخلص الضريبه العام الجاي غتكون قريبه 300000 400000 200000 هذيك 300000 كانت باز عليها كتوقعات كنبدا نعطي للدوله تسبيقات من تريماستر لتريماستر واحد لو مونطون كيتسمى تسبيق ديال الضريبه قبل ما نوصل ل 31/12 ان اللي غنخلص فيها لا توتاليتي بحال كنقص عليا كنشدك 300000 ديال لي زاكون تنقسمها على 4 ديال لي تريماستر يعني كل 3 شهور شهر 3 شهر 6 وشهر 9 وشهر 12 كل 3 شهور كنخلص واحد البركه ديال الفلوس كنشد ديك 300000 وتنقسمها على 4 كتجيني كل شهر كنخلص 75000 ليطا الا كانت كتساني شي حاجه غادي نزيدها الغوليكا ديال الياس حتى العام اللي موراه في شهر 3 ولكن عندي شي كريدي دو شي كريدي هي غترد ليا الفلوس ديالي سي بون هادشي كاع كنا شفناه اوكي. دونك هاد 300000 احنا عطينا التسبيق الاولاني 75000 في شهر 3 والتسبيق الثاني في شهر 6 ولو غيست في البيلون بريفيزيونيل سي بون اوكي. علاش درنا ديال جوج ديال لي تريمس حيت عندي لي بريفيزيون ديال 6 mois. دونك الفيديو باش ما يطولش الله يجزيكم بخير غتخدموا ليا من الجهه ديال لي زونبرانت وسيرتو هاد لي مونطون هادو هاد لي مونطون الله يجزيكم بخير منين جبناهم. دونك كان معكم امين الى اللقاء في الفيديو البروشان وبحول الله.